بخصوص قانون البدون أو الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية. أحب أوضح نقطة بالنسبة ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي أن المجلس لم يضع القانون ضمن الأولويات، وبالنسبة لنا خاصة بالنسبة لي والأخ هاني شمس كان القانون من ضمن أولوياتنا، وصرنا احنا مع بقية زملائنا في اللجنة المحددة لمعالجة أوضاع المقيمين يعني بالبلد اليوم وهم أخواننا، أن نحاول نوجد حلول لهم خاصة من الجانب الاجتماعي والحقوق المدنية الأخرى. وفعلا تم إنجاز المقترح اللي تقدمنا فيه مع مجموعة من الأخوان، وتم أحيل تقرير اللجنة إلى المجلس، والتقرير طبعا على جدول أعمال المجلس. وبهالخصوص هذا الآن نوضح فقط موضوع آلية وضع القوانين على أولويات المجلس، وهو فعلا كيعني إنجاز للمجلس بشكل عام أنه حطوا خارطة تشريعية لشهر 6 هذا بالتوافق مع الحكومة. هاي يعتبر إنجاز جيد ويضع خارطة الطريق، ووضعت آلية لاختيار الأولويات، وهو أن تحوز أي قانون على رغبة أغلبية الأعضاء أن يحطون القانون هذا ضمن الأولويات حتى يكون ضمن الجدول. إحنا مع مجموعة من الأخاني ومع مجموعة قدمنا، بس مع الأسف القانون لم يحصل على الأغلبية المطلوبة حتى يدرج ضمن الست أشهر القادمة على جدول الأعمال. وبالتالي الخطوة الجاية لنا إحنا راح نحاول إن شاء الله مع مجموعة من النواب في الوقت المناسب أن نتحرك ونجمع، إذا حصلنا على 33 نائب يوقعون معانا، حتى نستطيع في الفترة القادمة أن ندرج هذه الأولوية وهو الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية على جدول الأعمال وتوافق مع الحكومة. هذه الآلية اللي احنا نواعد فيها اخواننا اللي موجودين معانا وهم اهلنا ان شاء الله، وان شاء الله يكونون لهم كل الاهتمام من قبل الاعضاء ومن قبل المجلس وايضا من قبل الحكومة.